السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم وأوضاعكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا وتريليون مرحبا فيكم في موضوع جديد من مواضيع حياتي في سويسرا. كثير بنسأل هالسؤال، موضوع اللغات بسويسرا، أو موضوع إنه بدي نقي الكانتون أو اختار الكانتون أو بدي اختار مكان إقامتي، أو إذا سلمت حالي في زيورخ تم بزيورخ أو بالعكس اللي هو. رح نحكي بشكل مبسط وعلى السريع. اللغات اللي تتعلم بالمدارس اللغة الفصحى، يعني اليوم واحد مثلا بيجوا من شرق آسيا من إندونيسيا بيجوا بتعلموا اللغة العربية مثلا بسوريا بالجامعات أو بالمعاهد الدينية، فما راح يعلموا اللغة الشامية ولا اللغة الحلبية، تمام؟ راح يعلموا اللغة العربية الفصحى بحيث إنه يتحكى مع أهل المشرق والمغرب بيفهموا عليه اللغة العربية الفصحى. يعني اليوم إحنا مع بعضنا العرب، أنا إذا بدي أحكي مع التونسي أو مع الجزائري بدي ترجمان بيني وبينه، لأنه هو بيحكي بلغته العامية أنا بحكي لغته، بس يوم يحاكيني فصحى بحاكيه فصحى بنفهم مع بعضنا. وصلت الفكرة؟ فاللغة اللي بيدرسوك فرنسي بسويسرا نفس اللغة اللي بتتكلم فيها فرنسا كلها، ونفس اللغة إذا رحت وين ما رحت أي بلد تتكلم فرنسي حضرتك بتحكي مع فرنسي خاصة، ونفس الشيء الألماني والإيطالي والرومانش كله نفس الشيء، بتصفى اللغات أهل المدينة بيحكوا مثلا اللغة العامية، اللغة العامية ما بنفهم عليها، يعني اللغة العامية ما فيها تقارنها باللغة الفصحى، وفي لغة عامية يعني بيحذفوا ثلاث أرباع الكلام. يعني بالألماني إذا تقول لواحد بعد الظهر وقت جميل بيقول له شون ناميتاك، شون ناخ ميتاك، شونين ناخ ميتاك، يجي وقت جميل بعد الظهر بتمنى لك هالشي انا. بس بالبيرن دوتش في منهم بيقولوا شونامي، بس شونامي، شونن ناخ ميتاك، شونامي اختصرها من كل كلمة اكل ثلاث اربع حروف، هذا ما بنفهم عليه، انا بفهم عليه، في نوع شيء شوناميتا، شوناميتا يعني بيقرط الكلام. اللغات العادية ما اختلفنا منها، المهم اللغة اللي تتدرس في سويسرا إن سواء أي لغة كانت هي نفس اللغة بتتكلم فيها العالم كله. بالنسبة للشخص يسألني كمان عن موضوع الإقامة، إذا جيت أنا سلمت حالي في زيورخ بتعمل بزيورخ أو في بازل، لا لا لا، تسليم حالك بأي مركز أمني شرطة اللي هو بياخذوك على المكان الموقع المحدد بصم كذا وسين وجيم، بس أنت بتطرح بتقول إنه أنا عندي أخ بالمكان الفلاني أو أخت أو إنسانة متعرف عليها عن طريق الإنترنت وفي يوم من الأيام نتزوج أنا وياها، فيا ريت لو تخلوني أقيم في مكان عندها، مو عندها بنفس المكان بالكانتون نفسه مشان ما يكون صعب علي بعدين انتقل. كل ما بيكون عندك مقابلة تطرح نفس السبب أو نفس الحاجة اللي بدك إياها عسى ولعلها تتسجل. نحن يوم يجينا طلبنا منهم هالشيء بس ما وافقوا. عندنا عندنا شاب بزيورخ قاعد لحاله، وهذا هو الأخو، وهذا الأخ متعلق فيه، والصغير الولد الصغير حكى باسمه إنه أنا بحبه الأخي بدي تمني أنا وياه. وعندنا شغلة تانية ما راح نذكرها على شو اسمه؟ على الفيديو على الإنترنت على يعني ما فينا نحكي فيها، شغلة خاصة كمان طرح الولد إنه هيك هيك القصة. وعلى أمل إن خلص سجلنا ملاحظتك وإن شاء الله بالحكومة تتجاوب معك، إجوا اعتذروا منا والله نعتذر الحكومة ما وافقت على طلبكم، أنت بتمك إجا فرزك في بيرن وابنك بيتم بزيورخ. الفرز التسليم بمكان والفرز انت وحظك، واي شيء بدك اياه اطلبه من الله، قول يا رب انا بدي اقيم في المكان الفلاني عسى يكون خير لي ولعائلتي، او قل يا رب مكان فيه خير لي ولعائلتي، بتتمنى هالشيء تطلب من رب العالمين وان شاء الله بصير. اما موضوع التسليم والاقامه، التسليم بمكان والاقامه انت وحظك، تمام. هاي شيء شو بدنا نذكركم كمان، في شيء نحكي ما بعرف اذا في شيء، اذا في شيء على الحال ذكرونا، اي شيء بيخطر على بالكم اكتبوا لنا بالتعليقات ولا تنسونا من صالح دعائكم. للامانه عم يصير في مشاهدات ما راح اقول قليله، ماشي حالها، بس نفس اللي عم يشوفوني بيحبوني بس ما عم يصحوا يحطوا لايك. يعني اول شغله بدي احكي لكم شغله، في ناس كثير بتحبني بس ما بتواصل معي، تمام؟ بتراقبني عن بعد، تتراقبني بالخبر،
بس بقول لك شغله، اذا انت بتحبني عن جد وعم عم تتابعني وعم تراقب، اذا حطيت لايك لا انا بعرف ولا غيري يعرف. اللايك بالذات بس تحطه، ما حدا بيعرفني يحط اللايك، فحط لي لايك اذا بتحبني، اما اذا عم تتجسس علي هذا شيء ثاني. لا تنسونا مصانع دعاكم، وبدكم تحطونا لايك، وبدكم كمان تحطونا تعليق، وتصلوا على رسول الله، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. من هو لشيء اخر، اترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله.